على هذا الشاطئ الهادئ يقضي أطفال المخا وقتاً ممتعاً في المرح خلال أيام العطل بعد أن حرموا منها لعدة أشهر بسبب الحرب، إذ يتجمعون من أحياء المدينة رفقة آبائهم لممارسة السباحة والاستجمام على رمال الشاطئ البيضاء للتخفيف من حرارة الصيف والحصول على فوائد علاجية. احنا أبناء المخا يوم العطل الصيفية نخرج إلى الشواطئ البحر لأجل سبح أطفالنا. ستة أشهر هي مدة موسم الحوى كما يقول الصيادون والمرتادون للشاطئ هنا، وهو مصطلح شعبي لحالة يستقر فيها البحر نسبيا لانخفاض سرعة الرياح، كما تقل درجة حرارة المياه مما يشجع السكان على ارتياد الشواطئ مع أسرهم. كما يرى أبناء المخا أن سواحل مدينتهم مهيئة لإقامة مشاريع سياحية تعود بالنفع عليهم. الشواطئ المخا شواطئ جميلة بس تحتاج إلى رعاية، ويعني حضور المستثمرين في البلاد هذه، وهذا اليوم موسم الصيد. بالإضافة إلى نشاط السباحة واللعب، يمارس بعض الشباب هواية تغطية أجسادهم بالرمل كإحدى العادات التي يمارسها سكان الساحل الغربي للحماية من حرارة الشمس اللاهبة لعلاج بعض الأمراض الجلدية كما يعتقدون، وأيضا وقاية من شدة حرارة الشمس. لأن استفيد فوائد كثيرة من البحر، يخفف عنا الحرارة. أكاد تبدو المخا هادئة ساكنة وقد عادت الحياة لشواطئها بعد مغادرة الميليشيا مدينتهم.